طيب ازاي اهل الطفل بقى نفسه، يعني اقعد اتكلم معاه ازاي افهمه؟ هل هيفهمني مثلا لو اتكلمت ان انت عندك ظروف خاصة او كده؟ لو هو تحت الـ40 مش هيستوعب ومش هيفهم خالص. لو هو مثلا فوق الـ50، من 50 لـ70، هتبقى برضو عنده مشكلة في الفهم، لأن هو مثلا مش هتوصل له المعلومة بشكل واعي وبشكل كافي، برضو هتبقى حسب إمكانياته. لكن لازم أحسسه إن هو مقبول في المجتمع. عشان كده إحنا بنعمل الدمج. هو الدمج إيه الهدف منه؟ إن إحنا بندمج اللي هم السبيشال نيدز دول بالناس الأسوياء، علشان ما يحسش إن هو غير زمايله. فلما ندمجهم مع بعض يبقى هما الاتنين. ما بيبقاش فيه نفور، يعني زمان على ايامي يعني كان بيبقى فيه نفور لما تشوف حد مثلا شكله متغير عن الشكل الطبيعي، فتلاقينا كنا نقعد نبص نشوف ايه ده. دلوقتي ده ما بقاش موجود قوي، لان احنا خلاص خدنا على تواجدهم مع بس انا الناس. عايز اقول ان العاقة الذهنية مش معناها ان هو شكله مش غير قصدي على طبيعي. الشكل، انا قصدي فكرة ان يبقى فيه حاجة مختلفة عنك ولو حاجة بسيطة. زمان ما كناش بيبقى فيه تقبل قوي ده حقيقي. في السن الصغير، قصدي يعني الاطفال الصغيرين. دلوقتي بيتهيألي يعني بيعرفوا يتأقلموا عليهم اكتر، بالعكس في منهم اصحاب يعني. ده حقيقي. عايز اقول كمان احنا في اخر 3 4 سنين بقت الدنيا فيها تطور اكتر، وبقت الناس قابله، وبقت الناس واعيه، وبقت تروح وتدور على اخصائيين تخاطب وتنميه مهارات وتعديل سلوك. بقى الامر فيه وعي اكتر من كام سنه فاتوا طبعا.